النمسا عيسى موسى عند التنفيذ بكرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة موجودة، كرة الثاني، أول كرة تمضي من الجميع وعدت إلى بولابيار، مرة أخرى منامية خطيرة لجيمس، هدف أول. تصل كرة على طول إلى عيسى جهاد، كرة بالخلف، ملعوبة الكرة طويلة أمامية من أولف. وفي الجهة اليمنى يتواجد أحمد يوسف، وفي الخانة اليسرى محمد جميل، بينما في خط المقدمة وحيدا السيد أسلحة القوية التي يعتمد عليها هيثم بن قطل أن يستغل سرعة ومهارة بولابيار. استلعب الكرة العرضية، محمد عبد الوهاب جهة أحمد ميرزا، يبعدها على طول جيمس أوليفادي. تصميم الملعب الآن، يا سلام يا أحمد يا موسى، ممتاز متميز أحمد موسى على اليسار إلى جيمس أوليفادي، جيمس في الأمام، البحث عن والنتيجة لا زالت متعادلة بلا أهداف. وعندما نفتش عن هذه النتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين منذ عام 2000 بهدي الآن، قد مرة ثانية في منتصف أرضية الملعب، المنامة بكرة في الجانب الأيسر، جيمس يناول كرة للبديل مرة ثانية، ترفيها السيد هاشم يقع على أرضية الملعب، الكرة إلى جيمس مرة ثانية، جيمس حول كرة إلى عيسى موسى. في الجهة اليسرى نافسوا الإثارة في الموسم الكروي الماضي، الموسم الماضي هوية البطل لم تحدده إلا نقطة واحدة والجولات الأخيرة، بينما حتى الآن الرفض لعبها في جهة اليسار، سيطر عليها المحترف، ضغط من قبل عيسى وهاب، لعب جهة يسار نادي المنامة أمامية مهدي عبد الجبار، تبديلين راح يدخلهم المدرب السوري. في المركز العاشر والأخير ب 11 نقطة، كرة أمامية منقولة منامية، خطرة هذه يستلمها بشكل سليم، يحاول التقدم بكرة حاضرة لمحمد مكي، مقطوعة من أمامه، مرتدة منامية إلى جيمس، خطيرة للمنامة، خطيرة في الطرف الأيسر، مرتدة وسريعة المنامة مرة ثانية، نبيل يحول كرة إلى جيمس، جيمس ينطلق، ممكن هذه الكرة، ولكن الدفاع موجود، جيمس مع الكرة، جيمس نجوم الفريقين طبعا بعد القائمة الأخيرة لسوزا مدرب منتخبنا الوطني، القائمة الموجودة طبعا تجد بأن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين المختارين من جانب الفريقين. الرفاع تعادل في افتتاح الدوري مع المحرق بلا أهداف، والمنامة هو الآخر تعادل مع المسيتين بلا أهداف في افتتاح مبارياته في الدوري. في الجانب الأيمن عيسى موسى حولها مهدي عبد الجبار، ملعوب الكرة في الجهة اليسرى إلى أوليفادي، جيمس أوليفادي لاعب منتخب تونغو والمحترف، لاعب منتخبنا الأولمبي، جيمس كرة مع ظهير تونغو، ظهير الأيسر منامي صفار، ميقاتي حكم وراه وليد محمود، هذه ثامن مباراة يديرها في دوري ناصر بن حمد، أدار تبليقات لمصلحة نادي منامة من جديد، تصل الآن كرة جميلة بتفويتة جميلة ومثالية في محاولة الانطلاق، الآن محاولة الاستفاقة الهجومية والتصويب في فترات كثيرة في شوط المباراة الأول، من البداية لم تكن هناك لحظات لجس النبض من جانب الفريقين، خصوصا من فريق المنامة اللي بدأ يهاجم، أي مرة ثانية يهديها لتياغو، مرة ثانية إلى إسماعيل عبد اللطيف في الخانة اليمنى، إسماعيل ينطلق بكورته طالت على تحولت في الجانب الأيمن المحرق إلى جوناثان، لم يظهر كثيرا جوناثان بعد دخوله،
الان يكسب ممكن البديع يسجل البديع ممكن من اول فرصه اول كره تتاح له ممكن انه يعاقب المنامه لم يعاقب البديع في اول كراته بالتالي مضت من الجميع وعادت مره ثانيه عيسى بوسى الى جميل جيمس وتدخل علي سما المنتشي يدخل بروح معنويه وهو قادم من فوز ايضا في الجولتين الماضيتين في الجوله الرابعه شوف الوقت بدل ضايع اللي يرفع اللوحه الكتروني ست دقائق وقت كبير في عالم كره القدم ست دقائق حكم المباراه درجه اولى سيد محمد عدنان سكندري يعتمد جريء يحسب يسجل لحكم الساحه درجه اولى سيد محمد عدنان بركله جزاء ملعوبه بامكان الحيد ان يعود في اي لحظه كره الى خارج ملعب الحيد راح يتملعب الى خارج ملعب رميه تماس سريعه احمد ميرزه في الجهه اليمنى بامكان يتقدم المباراه الماضيه هنا ليث الرميحي 1-2 والثالثه فيها تقدم الليث يا سلام في لويس والتمريره لاحمد راشد احمد راشد يحاول مرور يحتفظ بكرته ما زالت الكره معاه والتغطيه الموجوده كره توصل جيمس هنا التحرك من عيسى موسى الجهه اليسرى لعب عند اللاعب رقم 11 لاعب فريق المنامه احمد موسى مقطوعه عود الى احمد ميرزا لاعب فريق الحد تلعب الكره موسى في مباراه وحيده بهذه النتيجه هيثم جطل لا يريد ذلك بل يريد الثلاث نقاط بلا شك الفوز في هذه المباراه ستكون بشكل اكبر وهو لاعب سابق ايضا لنادي الرفاع حسان جميل الكره رفاعيه في الجانب الايمن من امام فواز بينما جيمس جاء في الموعد وفي اللقطه الماضيه يقطع كره الى الجهه اليسرى من الاهداف الى 7 اهداف ويتربع على صداره الهدافين حلوه برافو ملعوب الكره خارج الملعب تالق اساسا هذا الموسم تعود الكره في منتصف الملعب مقطوعه ترجع الان لمصلحه نادي منامه علي اللي اخر ممتاز جدا هذا اللاعب المتميز ترجع الكره الى جانيل جانيل عنده كره يحاول مرور من اثنين جانيل مضغوط عليه الكثره تهزم الشجاعه يا جانيل ولكن جانيل المحترف الاردني اللي ما بان اطلاقا يعني حتى الان سعيد مرجان المحترف الاردني رقم 6 هشام منصور ومع ايمانويل في الجهه اليمنى ايمانويل ومع اللاعب جونيور يمررها والله لا حلوه تغطيه حاضره ومرتده الان الكره لصالح فريق المنامه عيسى موسى الكابتن عيسى يلعبها اماميه لعيسى عيسى يلعبها لسيد علي عيسى علاوي تطلع رميه التمر احمد يوسف اللعب الطويل مو صالح احمد يوسف لازم وين الى حسن علي هلال جهه اليمين حسن علي هلال عامل شغل يلا يا حسن علي هلال توغل يعكس يا حسن علي هلال وهاب البالود يحول الكره في الجانب الايمن طويله على حسين وتحولت الى الانتصار الاخير واي انتصار انتصار جاء بالذهب وباغلى الكؤوس يومها فاز المنامه حولها مره اخرى داخل منطقة الجزاء الضغط العالي اللي كان موجود في اللعبة الماضية أحمد موسى هو اللاعب الذي عمل البرس ترجع الكرة الآن فرانكونو أيضا على رمية على تنفيذ الخطأ سيد محمد سيد يلعب الكرة عالية طويلة على اليمين بعد عن الراس عزيز شاهد الكرة عمار يلعب كرة عالية طويلة في الأمام بعد عن رأسيات مهدي عبد الجبار ولكن تعود إلى اللاعب إلى محمد مرهون يحول كرة أمامية تدخل برأسية طحة تعود مرتدة وسريعة خطأ في منتصف أرضية الملعب يسري يبعدها لعنزي مقطوعة تحضيرات جيدة حتى الآن والاستلام والتسليم بشكل جيد عند فريق النجمة ناقل الكرة على طول دوره إلى سالم مرة أخرى تعود الكرة بالخلف إلى حارس المرمى عمار أحمد بدوره لعب كرة طويلة
عمار مع علي يلعبها عمار طلعها دفاع المنام مما يجعلنا بأن نذكر الأرقام فقط. أحمد يوسف حسن عيسى يلعبها أمامية العلاوي اخطفها الدفاع